وعلى آله.
وحسن الخواتم
أشغلي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي أشغلي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي أشغلي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه وأشغلي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالمين بالظالمين.
المتكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا ثواب يا منتقم يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسيط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
بأهل البدر يا الله.
أنا
Oh,
ودي يا إيها
حزن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ترجمة
الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شافع الخلق في يوم القيامة، شافع الخلق في I'm not afraid.
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ووسع لي رزقا طيبا، علينا توبة نصوحا، فتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. يا keridhaanmu tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا علينا توبة نصوحا، فتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. يا you
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا.